وحول هذا الموضوع ينضم معنا مراسلنا أيضا محمد فراس. محمد، يعني اليوم قوانين تتضمن مثيرة للجدل، قانون الأحوال الشخصية أيضا الذي بالفعل تسعى إليه قوى داعمة لتمريره بسلة واحدة، هذا ما تم قراءته أو قاله بعض النواب داخل الجلسة. نعم، الجلسة إلى الآن لم تعقد، وكان من المفترض أن تعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم. هنالك اجتماع مهم يعقد في القاعة الدستورية ضم رئاسات الكتل السياسية مع رئاسة مجلس النواب لمناقشة مواضيع حساسة أهمها المادة الأولى من قانون من جدول أعمال عفوا هذا اليوم. هذا الجدول لهذه الجلسة مهم جدا، فيه الكثير من القوانين الحساسة على رأسها قانون الأحوال الشخصية بقراءته الثانية، وقانون العفو العام أيضا بقراءته الثانية، وأيضا القانون الذي لربما يعتبر من المهمات جدا هو التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، اللجنة القانونية المختصة بهذا التصويت. نتحدث عن أراضي أخذت من أصحابها وصدرت من أصحابها من السنوات 1975 إلى 1979، والتي كانت يعني قرابة 130,000 دونم، كلها أراضي زراعية صدرت من أصحابها الكرد في محافظة كركوك. وأيضا كانت هذه المصادرة للتغيير الديموغرافي والذي اليوم يسعى مجلس النواب لإلغائه وإعادتها إلى أصحابها. كذلك قوانين مهمة، نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية الذي أثير حول لغط كثير وكانت عليه اعتراضات كثيرة. النواب المؤيدون يتحدثون على أن الاعتراضات جاءت بوقت غير مناسب وكان من المفترض أن تكون بعد القراءة الثانية، أما النواب المعترضون فيشيرون إلى أن الاعتراض جاء على التعديل جملة وتفصيلا، وأن القانون الموجود القانون الحالي رصين يمكن الاعتماد عليه إلى ما هو قادم من سنوات. هنالك اعتراضات أيضا على عدم وصول مدونة المدون الشرعي التي ستكون هي المرفقة بالتعديل، النواب المؤيدون يشيرون إلى أن هذه المدونة ووصولها يكون بعد القراءة الثانية، وهنالك مدة لا تزيد عن 6 أشهر ولا تقل 3 أشهر لكتابة المدونة من الفقهاء المعتمدين كبار الفقهاء في العراق وإيصالها إلى مجلس النواب. إذن الوضع متباين حول هذا القانون، هنالك معترضون وهنالك مؤيدون يريدون تمريره، بالتالي ستكون القراءة الثانية الفيصل المهم. أما قانون العفو العام فله تأييد واسع من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، سيما محمد أنت في داخل مجلس النواب داخل السجون البرلمان، يعني هناك من يهدد أيضا بسحب قانون العفو العام لخلال هذه الجلسة في حال عدم تصويت قانون الأحوال الشخصية، يعني يقولون أن قانون العفو العام هو أقسى بالنسبة إلى المعتقلين وسيكون مهرا للقاصرات، ماذا يتحدث النواب؟ حينما سألنا النواب واستفسرنا منهم عن إن كان هنالك ربط بين المشروعين، مشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون العفو العام، ذكروا كثيرا وأكدوا أن لا هنالك ضغط تصوت على هذا القانون نصوت على هذا القانون، أو على العكس، إن صوتتم على هذا نصوت على ذاك. نواب نفوا هذا التوجه، خصوصا أن قانون العفو العام له تأييد واسع وكبير شموله في جلسات هذا اليوم وعلى مسار واحد وفي سلة واحدة لربما للانتهاء من مرحلة أو من قراءة ثانية لقانونين حساستين ومهمتين، ولربما يستهدف الحضور الأكبر لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة وعدم تأخيرها لوقت أكبر. هذا تفسير عدد من النواب، رغم أن هنالك رؤية لعدد آخر من أعضاء مجلس النواب أن لربما هنالك ضغط على مجموعة من الكتل السياسية بالتمرير القانوني وتمرير سياستهما، لكن تأييد غالبية النواب يشير إلى أن هنالك استهداف لحضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب واستغلال وجود أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب للحصول على تأييد كبير للقانونين. القانونين الآن ليسا في مرحلة التصويت، هما في مرحلة القراءة الثانية، القراءة الثانية قراءة بالغة الأهمية، فمجلس النواب يحتاج إلى أكبر عدد من الاعتراضات والملاحظات وما سيقدمه أعضاء مجلس النواب لشموله
في ما بعد القراءة الثانية وأيضا شموله وتقديمه كمقترح للمدون الشرعي، بالتالي إدراجه في سلة واحدة كما ذكرت، وتحدث أعضاء مجلس النواب لاستغلال أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب واستيفاء أكبر عدد من الملاحظات والاعتراضات. كما تحدثت هي قراءة وليس تصويت، بالتالي ستكون هنالك مقدمات، ستكون هنالك مداخلات، ستكون هنالك اعتراضات، بالتالي يسعى المجلس لاستيفاء أكبر عدد من هذه الملاحظات فيما يخص قانون الأحوال الشخصية. أما قانون العفو العام رغم أن هنالك عدد من المعترضين لكنه لربما العدد الأقل، وسيكون هنالك دفع بالقراءة الثانية ومن ثم التصويت على قانون العفو العام، بالتالي هنالك جلسة لها ثقلها ولها وزنها ولها قوانين حساسة بالغة في الأهمية، لربما هي جلسة متميزة أو تتميز بثقل مشاريع قوانينها الموجودة سواء كانت تصويت أو القراءة كقراءة ثانية. وننتظر الجلسة، ننتظر انتهاء الاجتماع يعني داخل نعم. مبنى البرلمان، ومن ثم لربما سيتجه نعم. لربما سيتجه المجلس للعقد أو التأجيل. نعم ستكون معنا خلال الساعات المقبلة في حال تم عقد الجلسة. محمد فراس مراسل التغيير من البرلمان، شكرا جزيلا لك.